وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ احنا دلوقتي هنبدا نشرح مع بعض الدروس اللي احنا فاتتنا في النحو في ميدل 2، عشان ان شاء الله رب العالمين لما نرجع المدرسه نشتغل على طول الحاجات اللي المفروض نذاكرها في ميدل 3. طبعا انتوا عارفين النحو تراكمي، فاحنا محتاجين قوي الدروس اللي فاتتنا في ميدل 2. اول درس هنشرحه مع بعض النهارده المجرد والمزيد من الافعال. المطلوب منك ان انت تجيبي كراسه النحو تفتحيها على الصفحه الاولى، تكتبي يلا التاريخين 17 من صفر 1442 و4 من اكتوبر 2020، تمام؟ تبداي تكتبي في نص السطر المجرد والمزيد من الافعال. انا هحرك الشاشه اهو ببطء واحده واحده، انت بقى وقفي الشاشه وابداي اكتبي الجدول بتاعنا ده في كراسه الايه؟ في كراسه الحصه، في كراسه النحو. ماشي؟ الجدول ده هيتنقل في الصفحه الاولى في كراسه النحو. يلا بينا نبتدي مع بعض الشرح المجرد والمزيد من الافعال. احنا اخذنا يا بنات ان الافعال تنقسم واحنا صغيرين في سنه رابعه ابتدائي الى افعال ماضيه وافعال مضارعه وافعال امر. عندي فعل ماضي وفعل مضارع وفعل امر. وكبرنا في ميدل 1 عرفنا ان في افعال صحيحه وافعال معتله. دلوقتي احنا هنذاكر مع بعض الفعل المجرد والفعل الصحيح. يعني ايه فعل مجرد؟ يعني ايه فعل مزيد؟ فعل المجرد هو جميع حروفه اصليه ما اقدرش استغنى عن حرف واحد منه، والا المعنى مش هيستقيم. تعالوا كده نشوف مع بعض. عندي فعل اكل، عندي فعل شرب، عندي فعل اكل، عندي فعل شرب، عندي فعل نام، لعب، اي فعل من الافعال الثلاثيه. ناخد بالنا من فعل اكلت، انا ما اقدرش استغنى عن حرف الالف، يعني ما ينفعش اقول كلا، مفيش فعل اسمه كده. لو ما اقدرش استغنى عن حرف الكاف، مفيش فعل اسمه ادنى، مفيش. يبقى جميع حروف الفعل ده اصليه. طالما هي حروف اصليه كلها فانا بقول عليه فعل مجرد. لما انا ما اقدرش استغنى عن اي حرف من الحروف اللي قدامي، حروف الفعل اللي قدامي، يبقى الفعل الحروف دي كلها حروف ايه؟ حروف اصليه. تعالوا نعلم مع بعض الفعل. شرب، واحد اثنين ثلاثة، مكون من ثلاث حروف. يبقى الفعل ده اتفقنا مع بعض ان هو فعل مجرد كل حروفه اصلية، ما اقدرش استغنى عن اي حرف منه. اعد الحروف الاقي واحد اثنين ثلاثة، ده فعل مجرد ثلاثي، يعني حروفه ثلاث حروف. تعالوا نشوف الفعل ده عايزه كده، واحد اثنين ثلاثة، مكون من ايه؟ من ثلاث حروف. طيب بصي معايا الافعال دي، لما اقول مثلا طمأنة، بعثر، دحرج، الافعال دي افعال مجرده ولا مش مجرده؟ تعالوا كده نشوف، هل انا ممكن استغنى عن حرف من الحروف؟ انا عندي الطاء والميم والهمزه والنون. لو انا استغنيت عن حرف الطاء في فعل اسمه مأنة؟ مفيش فعل اسمه كده. يبقى الحروف دي كلها حروف أصلية ما أقدرش أستغنى عن أي حرف منها. طالما أنا ما أقدرش أستغنى عن أي حرف من الحروف دي، يبقى الفعل ده مجرد. يلا بينا نعد الحروف. طب أنا واحد اثنين ثلاثة أربعة، مكون من كم حرف؟ من أربع حروف. أنا بسميه مجرد رباعي، مجرد رباعي. تعالوا شوفوا معايا الفعل اللي بعده، بعثرة. هل كل حروفه أصلية ولا؟ تعالى كده نشوف حرف الباء وحرف العين وحرف الساء وحرف الراء، هل انا ممكن استغنى عن حرف الباء؟ كلمة الفعل هيبقى اسمه عثرة، الفعل هيبقى اسمه ايه؟ عثرة، ايه ده معنى تاني خالص، انا بقول بعثرة، بعثرت ادواتي يعني فرغت ادواتي، لكن كلمة عثرة يعني وجدت، طالما الفعل المعنى بتاعه اتغير يبقى الفعل الحرف ده حرف اصلي ما اقدرش استغنى عنه. طب تعالى كده نشوف حرف العين، لو انا حذفته باثرة، مفيش فعل اسمه باثرة، يبقى الفعل ده مجرد ليه؟ عشان كل حروفه أصلية ما أقدرش أستغنى عن أي حرف منه. تعالي نعد مع بعض الحروف، واحد اثنين ثلاثة أربعة، مكون من أربع حروف، أنا هسمي الفعل ده إيه؟ فعل مجرد رباعي. وكذلك دحرجة، مكون من كم حرف؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، مكون من أربع حروف، هسميه إيه؟ مجرد رباعي. يلا نشتغل مع بعض. والفعل وسوسة، كل حروفه أصلية، يلا نعد مع بعض، واحد
وكمان في منه ايه؟ رباع. تمام كده؟ تمام. ايه بقى الفعل المجهول؟ انا همسك الفعل المجرد ده وهزود له حرف من ايه؟ من الحروف، وبكده هيكون ايه؟ الحرف ده مزيد، الفعل ده مزيد، يعني في حرف زياده. يعني مثلا انا مثلا لو عندي فعل مثلا اكرم، بصي معايا في الفعل اكرم، مش اصل الفعل كرامة واحد اثنين ثلاثة، ايه اللي انت عملتيه؟ زودت عليه حرف واحد بس، بقى اسمه اكرم. فالفعل ده اللي احنا شايفين مجرد ولا مزيد؟ اهو زودت حرف يبقى هو مزيد. طيب اصله كان ايه؟ مكون من كام حرف؟ من ثلاث حروف. انا بكتب كده في الامتحان ثلاثي عشان انا عديت اصله، طلع مكون من ثلاث حروف، ادي واحد اثنين ثلاثه. ابص قدامي انا زودت حرف ولا ما زودتش؟ زودت حرف الهمزه، ثلاثي مزيد. واكتب في الامتحان ايه اللي انا زودته؟ ثلاثي مزيد بحرف واحد، ايه هو الحرف اللي انا زودته؟ هو الهمزه. بكتب له ايه؟ اسم الحرف الزياده. عايزك تنتبه معايا حاجه مهمه جدا، لو لقيتش الحرف الزياده هو عباره عن الف كده من غير ما يكون عنده همزه، هروح قايلاه ان هو اسمه الف. لو لقيتي الالف اللي قدامك كده عليه همزه، فانت هتقولي لي اسمه همزه. تمام كده؟ يبقى انا لو لقيت الحرف المزيد الف كده واقفه من غير اي همزات، فاحنا هنقول ان الحرف المزيد هو الف. لو لقيت الالف واقفه وهي عليها همزه، فانا هسميها ايه؟ همزه. خد بالك اسم الحرف الزياده مهم جدا، ايه اللي تتلخبطي فيه. تمام؟ طيب لو انا قلت مثلا الفعل قاتل، يلا اشتغل معايا. اصل الفعل قاتل ايه؟ برافو عليكي، قاتل. مكون من كام حرف؟ برافو عليكي، أنا أول كلمة هكتبها أعد الحروف اللي قدامي، واحد اثنين ثلاثة، هكتب كلمة ثلاثي. بس الفعل اللي موجود عندي في الامتحان هو كلمة قاتل. إيه الفرق ما بين قاتل وقتل؟ في حرف هنا زيادة، يبقى أنا هكتب إن هو ثلاثي مزيد. مزيد بكام حرف؟ بحرف. إيه هو؟ الألف. برافو عليكي ان هو الالف، انت شفتي ما عندوش اي همزه، فعشان كده قلت لي ان هو اسم ايه؟ الالف. برافو عليكي. طيب لو انا قلت لك الفعل خطط، هتقولي لي انا شايفه ان الفعل خطط ده مكون من ثلاث حروف، او انا شايفه خطط، هقول لك لا انطقي بس ببطء، خط طا طا، ما انطقش كام طا؟ خط طا طا، ما انطقش ثلاثه، يبقى الفعل ده عليه شد. خلاص كده؟ اصل الفعل خطط ايه؟ خطط. مكون من كام حرف؟ واحد اثنين ثلاثة، هكتب في الامتحان ثلاثي. خلاص؟ بس أنا شايفاه إن هو ثلاثي ولا مش ثلاثي؟ في الفعل اللي هو جاي لي في الامتحان، لا مكون من أربع حروف، أهو واحد اثنين ثلاثة أربعة، فأنا هقول هو مجرد هو مزيد. هقول تاني، أنا دلوقتي الفعل اللي جاي لي في الامتحان خططة، أنا بشوف أصله خططة. بس هنا الفعل اللي في الامتحان مكون من اربع حروف، واصلا مكون من ثلاث حروف، انا بعد الاصل ثلاثه وبقول في الامتحان ان هو مزيد. مزيد بايه؟ هكتب ان انا شايفاه مزيد بالتضعيف، الطاء عليها شده يبقى مزيد بالتضعيف. بالتضعيف. في مشكله في الحته دي؟ نلخصها مع بعض، الفعل المزيد بحرف. مره كان زي اكرمه مزيد بإيه؟ مزيد بالهمزة. ومرة زي قاتلة مزيد بإيه؟ بالألف. ومرة زي كلمة خططة مزيد بإيه؟ بالتضعيف. برافو عليك، ممتازين. طيب تعالوا نشوف لو كان مزيد بحرفين. لو أنا قلت لك مثلا تفاهم اثنين أصدقاء واقفين مع بعض وبيتفاهموا مع بعض، فبقول لك تفاهم، هتقولي لي أصل كلمة تفاهم إيه؟ فاهم. يلا نعد الفعل اللي احنا جبناه الاصلي، واحد اثنين ثلاثة، انا هكتب كده ثلاثي، بس الفعل اللي جاي في الامتحان كان ايه؟ تفاهم. في حرف زيادة اللي هو الحرف ده اللي هو اسمه ايه؟ الالف، عشان مش عليه همزة. برافو عليكي، يبقى انا هقول ثلاثي مزيد. مزيد بايه؟ فاهم هو من ثلاث حروف، لكن الفعل اللي في الامتحان واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، خمسة، يبقى مزيد بكام حرف؟ بحرفين. برافو عليكي، حرف التاء وحرف الـ
بالحروف الزياده في الامتحان التاء والالف. حد عنده مشكله في الحته دي؟ كده احنا عندنا الفعل دوت فعل ثلاثي مزيد بحرفين، هو حرف الالف وحرف التاء. طيب لما يكون عندي فعل مثلا تكرم، تكرم اصل الفعل تكرم ايه؟ هتقولي لي كرم. هقول لك برافو عليكي، مكون من كم حرف؟ واحد اثنين ثلاثه. انا هكتب ده في الامتحان ثلاثي، بس الفعل اللي قدامي ده مش ثلاثي ولا حاجه، فانا هكتب عليه ايه؟ مزيد. ثلاثي مزيد. ابدا اروح اشوف حروف الزياده، لقيت حرف التاء ده زياده، فانا هقول ده فعل مزيد بحرف واحد. هقول لك لا مش صح، لما يكون الفعل مزيد بحرف التاء لازم تتعلمي ان هو مزيد بحرفين. طب هو ايه؟ فين الحرف الثاني؟ اقري الفعل واحده واحده. تكرم، ما كانش نطقش حرف الرقم مره مرتين، برافو عليكي. يبقى هو مزيد بالايه؟ بالتاء والخط ضعيف، تمام؟ يبقى انا هكتب كده ثلاثي مزيد بحرفين، واكتب اسامي الحرفين التاء والتضعيف. حد عنده مشكله في الحته دي؟ سهله؟ طيب ناخد فعل كمان، لما اقول مثلا لما يكون عندي فعل انكسر. يلا اشتغلي معايا، امسكي ورقه وقلم وحاولي ايه تحلي معايا وانا بتكلم. هتقولي لي انكسر، اصل الفعل انكسر ايه؟ كسارة، برافو عليكي. مكون من كم حرف؟ واحد اثنين ثلاثه، بكتب كده ثلاثي، بس الفعل الموجود في الامتحان ما هوش ثلاثي، يبقى انا هكتب ثلاثي مزيد. اعد حروف الزياده الالف والنون، هكتب كده في الامتحان ثلاثي مزيد بحرفين، ايه هما؟ الالف والنون، برافو عليكي. طيب لما يكون عندي الفعل انتصر، اصل الفعل انتصر ايه؟ نصر، نصر، برافو عليكي. اصل الفعل انتصر نصر. اعد الفعل نصر، واحد اثنين ثلاثه. يبقى انا هكتب في الامتحان ايه؟ ثلاثي، بس الفعل اللي جاي في الامتحان مش مكون من ثلاث حروف، يبقى هو مزيد، ثلاثي مزيد. اجي بسرعه واشوف ايه حروف الزياده؟ عندي الالف وعندي التاء، يبقى هكتب ثلاثي مزيد بايه؟ بحرفين، ايه هما؟ الالف والتاء، برافو عليك. طيب عندي الفعل احمر واخضر واصفر كل الالوان، اصل احمر ايه؟ حموره. مكون من كم حرف؟ واحد اثنين ثلاثه، هكتب كده ثلاثي. ها بس الفعل اللي جاي في الامتحان مش ثلاثه، يبقى هقول ايه؟ مزيد، ثلاثي مزيد. ها بكم حرف؟ بحرفين. احمر ثلاثي مزيد. انا عندي ده وعندي ده، اسمه ايه الحرف ده؟ الهمزه، برافو عليك. وايه تاني؟ التضعيف، شطوره. تمام. طيب لما يكون عندي الفعل تبع صلاه، احنا عارفين ان اصل الفعل تبع صلاه ايه؟ بعثره. يلا عد الفعل بعصرة، واحد اثنين ثلاثة أربعة. المرة دي الفعل ده رباعي، بس في الامتحان قال لي تبعثرة، يبقى مزيد بكم حرف؟ ده زيادة، يبقى أنا هكتب رباعي مزيد بحرف، إيه هو؟
مجرد جميع حروفه اصليه ما اقدرش استغنى عن اي حرف فيه. وعرفنا كمان في منه ثلاثي اعد الحروف بتاعته تطلع ثلاث حروف، وفي منه رباعي اعد الحروف بتاعته تطلع اربع حروف. طب والمزيد؟ مره زودت حرف واحد ومره زودت حرفين ومره زودت ثلاثه، اقدر ازود اكتر من كده؟ قال لي لا ما ينفعش، ما ينفعش الفعل يبقى مكون من سبع حروف او ثمان حروف، هو اخدته ست حروف، يبقى اي فعل في اللغه العربيه
ايه؟ مفيش فعل مكون من ايه؟ من 7 حروف. تمام كده؟ يلا بينا نشتغل مع بعض ونلعب مع بعض ونشوف سهل عليكي ولا لا. يلا نشتغل مع بعض. اول حاجه يا بنات لازم ناخد بالنا ان انا بشتغل على الفعل الماضي. اول خطوه لازم انتبه ليها ان انا بشتغل على الفعل الماضي، دي اول خطوه. لو جابها لي في الامتحان مضارع انا هحولها لماضي. تمام؟ يعني مثلا الفعل ياكلون، انا بحول الفعل ياكلون لماضي، اكلوا، دي اول خطوه انا عملتها. ثاني خطوه اي ضمير بحذفه، ما بشتغلش وبعد الضمائر، اي ضمير بحذفه. يبقى بشتغل على فعل اكل، بصيت على فعل اكل، 1 2 3 مكون من 3 حروف وما فيهوش اي حرف زياده، فانا بكتب ايه؟ مجرد ثلاثي. نوعه ايه؟ مجرد ثلاثي. تمام؟ طيب يلا بينا نشتغل مع بعض. الفعل يسمعون، اول خطوه بنعملها ايه؟ بنشوف ده فعل ماضي ولا مضارع ولا امر؟ ده فعل ايه؟ مضارع. يلا اول خطوه بنعملها ايه؟ بنجيب الماضي بتاع مضارع، الماضي بتاع يسمعون سامع. برافو عليك، سامع. قلنا ما بنعدش الحروف الضمائر اللي موجوده في الافعال، احنا هنقول سامع ده اصلها ايه؟ سامعة. يلا نعد سامعة، 1 2 3. يبقى الفعل ده ايه؟ برافو عليك، مجرد ثلاثي. يلا الفعل خذ، ده ماضي ولا مضارع ولا امر؟ ده امر. برافو عليكي. الماضي من خذ ايه؟ برافو عليكي، اخذ. انا بشتغل على الماضي وبعد الماضي. يلا بينا نعد، 1 2 3. يبقى الفعل ده ايه؟ مجرد ثلاثي. برافو عليكي، مجرد ثلاثي. الفعل قم، ماضي ولا مضارع ولا امر؟ برافو عليكي. القم الامر الماضي منه ايه؟ قام. هو من 3 حروف، 1 2 3. يبقى الفعل ده ايه؟ مجرد ثلاثي. شطور. الفعل قي، يعني ايه كلمة قي؟ ده الأمر من الفعل وقى. وقى وقى ده الماضي بتاعه. وكذلك الفعل عي، الماضي بتاعه وعى. نعد الفعل اللي قدامي الماضي، أنا بعد الماضي، 1 2 3. يبقى الفعل ده إيه؟ قي. ده في الامتحان لما يجي يسألني عليها هقول له إن ده مجرد ثلاثي. ليه؟ عشان انا عديت الايه؟ الماضي بتاعه لقيته مكون من 3 حروف. وعيد برضه نفس الكلام، مجرد رباعي ثلاثي، عشان انا عديت الماضي بتاعه طلع مكون من ايه؟ من 3 احرف. تمام؟ يلا نشتغل مع بعض. يباع ثابت، ماضي ولا مضارع ولا مضارع؟ يلا بينا نجيب الماضي منه، باع ثابت. يلا نعد، 1 2 3 4، مكون من 4 حروف، مفيش ولا اي حرف اقدر استغنى عنه، هيبقى ايه؟ هيبقى ايه؟ مجرد. برافو عليكي، ها عدد حروفه 4، يبقى ايه؟ رباعي. احسنتي، برافو عليكي. يلا الفعل اللي بعده. أكرم، ها؟ أكرم، أصل الفعل أكرم إيه؟ كرومة، بس أنا لقيت في ألف هنا، حمزة. أول حاجة بعملها بعد الفعل اللي أنا جبته، 1 2 3، يبقى ايه؟ ثلاثي. بس في الامتحان الفعل دوت في حرف زياده، يبقى انا هكتب مزيد. ايه عدد الحروف اللي انا شايفها زياده؟ حرف واحد، ثلاثي مزيد بحرف. ايه هو الحرف ده؟ الهمزه. احسنتي، عشان شايفه ايه؟ عليها همزه. يلا الفعل اللي بعده، انزل. فعل ماضي ولا مضارع ولا امر؟ انزل ماضي. انا بشتغل على الماضي. اصل الفعل انزل ايه؟ نزل. يلا بينا نعد، نزل، 1 2 3. برافو. ها شايفه مكون من كام حرف؟ 3. اكتب ثلاثي. بس الفعل اللي جاي في الامتحان انزل، في ايه؟ في حرف زياده، يبقى انا هكتب عليه مزيد. ها بكم حرف؟ بحرف واحد. ايه هو؟ الهمزه، على انشان انا شايفه على الالف همزه. برافو عليكي. يلا نكمل مع بعض. قاتل، ها اصل الفعل قاتل ايه؟ قتل. يلا نعد، قتل، 1 2 3، ثلاثي. الفعل اللي جاي في الامتحان لقيت فيه ايه؟ حرف زياده، يبقى هسميه مزيد. مزيد بكام حرف؟ بحرف واحد. ايه هو؟ الالف. معلومه مش همزه، فانا هكتب الالف، حرف واحد وهو الايه؟ الالف.
يلا زيها بالظبط كلمه عاونه. الفعل الاصل فعل عاونه ايه؟ عاونه. برافو عليكي. ها واحد اثنين ثلاثه ثلاثي مزيد بكم حرف؟ بحرف واحد اللي هو الالف عشان انا مش شايفه عليه ايه؟ همزه. برافو عليكي. يلا اندفع اصل الفعل اندفع ايه؟ دافع. هو كم حرف؟ واحد اثنين ثلاثه ثلاثي. بس هو في الامتحان اندفع في حروف زياده يبقى مزيد. يلا بينا نعد حروف الزياده. عندي حرف الالف اهو، وعندي حرف الايه؟ عندي حرف الايه؟ النون اللي جنب الالف اهو. يبقى فعل ثلاثي مزيد بحرفين، ايه هما؟ الالف والنون. برافو عليكي. انشقاق، خدي بالك القاف عليها ايه؟ عليها شده. انشقاق اصل الفعل انشق ايه؟ شقاق. ايه ده؟ حرفين؟ لا، حرف القاف عليها شده، يبقى كده مكون من ثلاث حروف، فانا هكتب ايه؟ ثلاثي. واحد اثنين ثلاثه. ايه الحروف اللي انا شايفها زي في الامتحان؟ الف والنون. ثلاثي مزيد بحرفين، ايه هما؟ الالف عشان مش عليها همزه، وكمان النون. خلاص؟ في اي مشكله؟ اي فعل مجرد واي فعل مزيد هشتغل بنفس الايه؟ بنفس الطريقه. تعالوا نقرا مع بعض القاعده. المجرد هو ما كانت حروفه اصليه في زمن الماضي لا يمكن الاستغناء عنها. زي ما احنا عارفين يا بنات احنا بنشتغل على الفعل الماضي. طيب اقسامه عندي ثلاثي مجرد ورباعي مجرد. طب ايه بقى المزيد؟ ما حدثت فيه زياده على اصوله، في حرف زياده او حرفين زياده او ثلاث حروف زياده. ايه الاقسام؟ ثلاثي مزيد بحرف، حرف واحد او التضعيف، يا اما حرف واحد يا اما التضعيف. ما التضعيف يعني برضو ايه؟ مزيد.